جابوا حمالة إسرائيلية ونقلوني عريانة لناقلة الجند، وهاي الناقلة كان داخلها في تقريبا 6 جنود قاعدين، حطوني على المقعد اللي قدامهم. هلا شوي لهم جابوا حماي برضو، بتطلع بقول مين هذا يعني اللي هو حماي، يعني انا ما عرفته الا من وجهه، بعدينه كله كامل يعني. فحطوه الثاني معي بناقلة الجند، بعدين وقفونا عند المخصوم عند ما مرقنا اول مرة. هناك رمونا على الشارع، يا ريت انهم مثلا حطوني بالحمالة على الشارع، لا قلبوا الحمالة وحطوني على الحجار اللي كانت بالشارع. هناك ارتميت، ضليتني عريانة بالشارع تقريبا من 2 للـ4. هديك الساعة كان مطر رذاذ، برد كتير الدنيا، عم بحكي انه غطوني، مش محدش سامعني، عاملين حالهم مش سامعيني، عاملين حالهم مش فاهمين. عم بحكي له بأشر له بقول له غطيني برداني برداني، برج له رأس عم ما يعني على أساس كل هذا، بس إني أتغطى قدامهم، أستر حالي أستر عورتي، يعني مش عارف شو أعمل، عاملة هيك بإيدي مش عارف شو أعمل. يعني الواحدة فينا بتطلع محجبة وبتستحي من أخوها، بتستحي من أهل بيتها، ما بالك لما إن إحنا منتظمين في شرع الدين عنا، وآخر ماخر اتعري بنت على الحاجز. يا ريت ماتت ولا الحادثة هاي، معلش ماتت شهيدة، أما الحالة هاي مش ممكن تنتسى. وأنا كنت بالمستشفى، كانت في اشتباكات يعني بالبلد بنابلس، فخلص صارت عندي حب إني أسمع صوت رصاص ولا هذا، بس من شان إيش؟ بس من شان أموت خلص، بس هي يعني ألحق محمد. هي كل همها إنها تنتقم، ولما تنتقم خلص ارتاحت، فهمت أنت كيف؟ بحكي لها أنا، طب كيف أنت يعني أنت قدرتك لجيش ولا شغلة من هالشكل حتى تنتقمي؟ بتحكي لا، لو بضرب حجر على أساس أحسس نفسي إني أنا بعمل في إشي. أنا يعني بدي أحفظ بنتي، بخاف عليها تطلع تعمل لها حاجة، فاضطريت إني أعمل قفل على الباب وأقفل في المفتاح وفي الدراب وفي في في مفتاح القفل كمان. في طريق عودتنا إلى الخليل مررنا بما كان مقرا مركزيا للسلطة الفلسطينية في منطقة بيت لحم. وصلنا حاجز قرية الخضر الذي لا بد للقادمين إلى بيت لحم أو الخارجين منها باتجاه الكرة المحيطة بها أو باتجاه مدينة الخليل المرور عبره. هكذا تتوزع أكثر من 400 من الحواجز العسكرية والسواتر الترابية والأبراج والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية في مداخل كل مدينة وقرية، لتصبح حدودا تحتاج إلى تصاريح من قوات الاحتلال للمرور عبرها. وبذلك أصبح على الفلسطينيين أن يعتادوا على مفاهيم جديدة للمسافة والزمن. إذا حالفك الحظ ومررت فعليك أن تستقل الحافلة، إذ يمنع الاحتلال الفلسطينيين من استخدام مركباتهم الخاصة على هذه الطريق، والتي حولها الاحتلال إلى طريق رئيسة للمستوطنات الممتدة من القدس إلى الخليل ضمن سياسة فرض الأمر الواقع. فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو ارتفعت وتيرة بناء المستوطنات سعيا لتغيير الجغرافيا والتاريخ وإلغاء وجود الآخر. ح
حاجز كفار عصيون، حاجز جديد بين حواجز قديمة وجديدة على طول الطريق إلى الخليل. كان يسكن في هذا المبنى 26 عائلة، هي الآن بلا مأوى، وحجة الاحتلال هي لجوء 2 من المطلوبين إليه. وهكذا انضم هذا المبنى إلى آلاف أخرى واجهت المصير نفسه في سنوات الاحتلال الطويلة. هشوا على العمارة فنسفوا البيت على اللي ما أعطوش ولا دقيقة للسكان ياخدوا، يعني نزلوا بس بإشرباتهم وبالبجمات، ولا أخدوا ولا شغلة من قلب البيت، فالهد البيت كله على كل ما فيه. فيش أكتر من هيك، شو يعني؟ شو بدنا نعمل يعني؟ ولا حد سائل فينا ولا حد شاعر فينا. طلعوا زمخان لقهم ربهم، يعني طلعوا في البجمات، وبعدين شوي غطى الشاشية. ابني عمره 40 يوم يحرامه، تقول له حرامه بدي أخذ، الله ممنوع ترجعي تاخدي حرامه. نزلوهم وشحشطوهم وحرام، هذا الظلم هذا. اشربي مد هيك افتح هيك، أيمن هيك هيك افتح. يعني أنا جوز بنتي سكن أمه في الشقة، وأخو لأن محلتهم المادية زي الزفت، ما قعدوش 20 يوم في الشقة. كنت حامل 9 أشهر، وعند ما صار يعني معي بدي يعني ألد، اتصلنا على الامبولانس انه يجي ياخدني على اساس ما فيش تسترجيش تمشي في الليل منع التجول. اجى الامبولانس مسكوه على حطوا على الحاجز وضلها معطله فيه لحديت يعني ما قدرتش خلاص، ولدت في البيت. نزل الولد ولا بتنفس، وبعديها بعد ما رخوهم اجوا حملوني على المستشفى. بس بعد ايش؟ بعد ما كان الولد متوفي وصيبني نزيف يعني خالصة، وصلت يعني مش قادرة بالمرة. يعني انت شفت الولد قدامي هيك، يعني تصوري 9 أشهر تكمليهم بتدوق العذاب، ودائما كنت تعبانة فيه، وفجأة هيك اشوفه بروح مني لانه ولدت قدام عيني وخلص، ومات قدام عيني وانا مش قادرة اسوي له حاجة. الجيش والإسرائيلي والمستوطنين بيعملوا كل هذه الأشياء فينا على أساس إحنا نتركهم، لأنهم هددونا أكثر من مرة. يعني أنا قالوا لي إياها، وقال له جوزي، قالوا بدك تفقد أولادك، إذا بدكش تفقد أولادك اطلع من هوني، بدك تفقد أولادك خليك هوني. وهي أنا يعني من حديتها هاي الملاحظة، فقدنا واحد وأنا عندي شعور إني راح أفقد، مش بقولكش لا، أنا عندي شعور إني راح أفقد. صدقيني أنا من نفسي قلت مش حامل، ببقى شاعرة إني راح أفقد.